يا إعلام البصر والسمع التونسي، يا تلفزتنا الوطنية التي نساهم فيها بالمال عند خلاص معلوم الكهرباء، ساهموا في توعية المواطن أو المواطن الذين يسكنون في العمارات بأن يحافظوا على المناطق الخضراء التي تجعل الإنسان سعيدا في صحته وعيشه ولا يذهب إلى الطبيب. قلت هذا لأن إقامة السعادة بالمروج 5 بعدما كانت خضراء أصبحت بيضاء، والسبب مالك جديد لا يحترم القانون الذي ينظم العيش السليم في المساكن الجماعية ولا يحترم المسنين. وإني أتوجه إلى الإعلام الصادق والذي يحب الخير لتونس بأن يزور إقامة السعادة بالمروج 5، وسوف يرى العجب والعجب والعجب. إقامة كانت خضراء كالجنة لسنوات وأصبحت الآن جرداء، كل ذلك بسبب شخص واحد. السلطة المحلية عجزت عن إيقافي ولم أعرف ما هو السبب، وهذه فرصة للإعلام التونسي بأن يعرف السبب. سميتها إقامة السعادة لما كنت رئيس نقابة من 2001 إلى 2006، أما الآن فأصبحت إقامة التعاسة، لعل يأتي الفرج من الإعلام. وشكر للإعلام السلطة الرابعة. أما أنا فعمري 73 سنة وابنتي 43 سنة، نعالج لدى الأطباء بسبب ذلك، وسترون الدليل كيف استولى على الحديقة المحاذية لشرفتي وأقلع الأشجار والعمود الكهربائي وتحوزه بصورا وبها بابين حديدين، والاستيلاء على 18 متر مربع من المنطقة الخضراء وصبتها بالأسمنت المسلح، والرحمة في يد الإعلام التونسي، وألف شكر. وسأريكم الآن كيف تحوز مالا. هذا هو التحوز. وهذه السيارة في المنطقة الخضر، وهذه قاعة الجلوس، والرحمة في يد الإعلام التونسي، وألف شكر.